بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر ربنا عز وجل ونشكر أكاديمية الدارين اللي هي أتاحت لنا الفرصة البسيطة إن إحنا نقدر نقدم حضرتك إن شاء الله. وأعرفكم بنفسي أرشاد عطار، مدرب بنية بشرية وخبير تنمية بشرية، وبنحاول ان احنا ربنا عز وجل انعم علينا بمجموعه خبره بسيطه جدا جدا وعلم بسيط جدا جدا، بنحاول ان احنا نستفيد منه وبنحاول ان احنا ننشر الناس عز وجل حتى تكون سيره النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا ان كلما نزرع خيرا نبت خيرا ان شاء الله. نبدا بقى النهارده مع بعض في البابليك ريليشنز او العلاقات العامه، اللي هي بتقال بشكل كبير جدا 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 وكلنا بنستخدمها، كلنا بنتعامل بيها في حياتنا اليوميه من غير ما احنا بنحس، كلنا بنحس بنتعامل بيها وكلنا بنتصرف بشكل تلقائي. في النهايه بيوصلنا اللي احنا بنعمل ما يسمى العلاقات العامه، ده الشكل الجنرالي الطبيعي. هنتكلم النهارده في اول محاضره لينا عن حاجه اسمها الجي بي ار اس، جي بي ار اس جنرال بابليك ريليشن شيبس، يعني العلاقات العامه بشكل جنرال بشكل عام جدا جدا. احنا بنستفيد ايه من الدوره دي؟ الدوره ديت هنقدر نطبقها ازاي على حياتنا؟ وازاي اللي انا لو ما عنديش الشخصيه الكاريزميه اللي تخليني اخصائي علاقات عامه، ازاي اكون انا اخصائي علاقات عامه؟ ايه هي المهارات المكتسبه اللي لازم تكون موجوده عندي علشان اقدر اكون اخصائي علاقات عامه؟ ايه علاقه العلاقات العامه بكل المؤسسات وبكل الاماكن اللي موجوده والاقسام الموجوده في اي شركه مهما كانت؟ سواء العلاقات العامه دي هتفيدني انا كاي شخص مهما كان مع الاخرين، او هتفيدني انا مع نفسي، او هتفيدني مع بيتي. وقبل ما نخش العلاقات العامه هقول لكم بس كده كذا مثال طيب جدا جدا جدا. بيحكى ان زمان جدا ان كان في بدايه ما اخترعوا الباص الاتوبيسات وسائل النقل في اوروبا، في البدايه خالص كان في راجل كده بيتعود كل يوم الصبح وهو رايح عمله يركب الباص ويقعد جنب الشباك. ففي يوم من الايام ظهرت او طلعت الباص دوت ست سيارة كبيره جدا في السن ومعاها كيس كبير، وقاعده جنب الراجل ده، فقلت له لو سمحت ممكن اقعد جنبك، يعني اقعد، انا اسف، اقعد مكانك جنب الشباك وانت اقعد مكاني. فراجل ابتسم لها ابتسامه بسيطه جدا جدا وقال لها اتفضلي حضرتك اقعدي في الكرسي زي ما انت عايزه. فقعدت جنب الشباك وطول الطريق عماله بترمي حاجات من الكيس بتاعها، بترمي حاجات من الكيس بتاعها في الشارع في الطريق. فظل الموقف ده اتكرر لمده شهرين او 3 شهور بالظبط. فالشاب ده بيسالها بيقول لها وحضرتك بتعملي كده ليه؟ ليه بتعملي كده وبتطلعي اصلا من الكيس وبترميه في الشارع اصلا؟ فبتقول له والله انا معايا بذور، البذور ديت ورود وازهار، انا برميها في الطريق عشان خاطر انا احب قوي اشوف الطريق دوت فيه ورود واحنا رايحين واحنا جايين. فبيقول لها حضرتك بتتكلمي ازاي يعني؟ ده الطريق ده كله اساسا اكيد البذور دي هتقع على رصيف او حاجه دوس عليها او عربيه دوس عليها، يعني اكيد كلها بوز يعني وكلها تتلف. فقالت له انا عارفه متاكده ان هو يحصل لها كده، بس اكيد في واحده او اثنين او ثلاثه من المجموعه دي كلها اللي هتوصل للتراب. قال لها طب اكيد البذور دي محتاجه ميه، هنجيب الميه منين؟ فقالت له في موسم المطر انا بس بعمل اللي عليا، انا برمي البذور واللي فيها بتيجي عند التراب او عند يعني الرمله او تيجي عند الارض، الميه تيجي عليها في موسم المطر وان شاء الله هتنبت. ومع الايام الراجل طبعا نزل من الباص طبعا وقال ست شكلها خرفت او شكلها كبرت في السن فمش عارف تتكلم تقول ايه. فراح بعديها فتره كده كبيره بيركب الباص، لقى بص على نواحي الطريق لقى فيه ورود ما شاء الله شكلها حلو جدا. فبيسأل السواق، هي السواقة اللي كانت بتيجي يعني ليها على طول حصلها ايه؟
لازم دي ماتت بقالها شهر، بقالها شهر يعني. ست دي ماتت من غير ما تستفيد اي حاجه اي حاجه اصلا. ست دي ماتت من غير ما يعني الورد طلع، بس هي ماتت يعني، بقول نفسي دي ماتت يعني خلاص يعني، الحاجه اللي هي عملتها اصلا ما سابتش منها. بس هو بيقول كيف نفسه لنفسه، سمعت طفله صغيره بتقول لباباها الورد ده شكله حلو جدا، هو اسمه ايه؟ الحكمه بقى الكبيره جدا جدا القصه دي كلها اللي بتلخص لنا المعنى الحقيقي للعلاقات العامه، ان انا بعمل النهارده وبكتب النهارده وبحاول ان انا ازرع قاعده كبيره جدا مفيده لغيري بعد كده اللي هو يستفيد منها ويقدر ان هو تصر عليه حياته ويقدر ان هو يستطيع ان هو ينمي بيها قدراته في العمل. زي برضو كمان حاجه تانية برضو من الحياه، انا بقول لكم بس قصص بسيطه جدا انتوا هتستخلصوا منها الصفات اللي لازم تكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه. النهارده بس احنا بنعمل دردشه مع بعض بنحاول نفهم مفهوم او نفهم يعني ايه علاقات عامه. القصه التانيه بقى راجل راكب عربيته وماشي على الطريق السريع، وقصاد الناحيه التانيه في سيده راكبه عربيتها جايه على الطريق السريع. فهو بتيجي بسرعه بتجري بسرعه، فبتبص مش بتاع العربيه بيقول لها حمار، فبتقول له قرد يعني على طول كده. ففرحانه بقى يعني ان هي عندها سرعه بديهه، قالت له قرد. بعديها بخمس ثواني بالظبط كل اللي حصل ان ست راحت خبطت فعلا في حمار، خبطت في عربيتها موتته وهي خبطت في السيوم عربيه وطورت. استفاد من ايه القصه دي؟ ان احنا كتير جدا ما بنكونش فاهمين الناس قصدها ايه. محتاجين نوسع الافق وما نحاولش ان احنا يعني نبني رد فعل عنيف وسريع من غير ما نفهم. هو اصلا ما فيش حد بيشتم حد قبل الطاق، ولو حد لو في اي حد شتمنا او غلط فينا احنا دورنا اللي هنعمله، انا مستحيل ان انا او انت او حضرتك او حضرتك هنتعامل مع نفس اخلاقه. لازم ان احنا نرتقي شويه. برضه العلاقات العامه انا اسلوبي مع الناس عامل ازاي؟ اسلوبي مع نفسي عامل ازاي؟ ده في البدايه خالص قبل ما نخش بقى في التكنيكال بقى ونفهم عن ايه جي بي ار اس، جنرال بابليك ريليشن شيبس. العلاقات العامه الشخصيه الكاريزميه او الشخص اللي بيقوم بالعلاقات العامه او اللي اسمه اخصائي علاقات عامه او الموظف في العلاقات العامه او المسؤول عن العلاقات العامه، نفس في 60% من الصفات اللي موجوده فيه موجوده بالفعل في اخصائي المبيعات، موجوده في الفعل في اخصائي التسويق، موجوده بالفعل كلها على طول في مدير الموارد البشريه او الاتش ار. ودي حاجه اساسيه مشتركه بينهم كلهم، مع الفارق ان العلاقات العامه هو دايره الاتصالات، هو دايره المعارف، هو دايرة المعلومات اللي بتغذي كل الأقسام. واللي كمان عن طريقها إن هو يقدر يفيد كل اللي حواليه في تيسير عملهم. مثال بسيط جدا، لو فرضنا إن حضرتك أو حضرتك دلوقتي مدير أو موظف في شركة ما، والشركة دي عاملة بروتوكول تعاون مع شركة تانية. بس انا مش عارف اوصل يعني للشركه الثانيه ديت او ما اعرفش هكلم مين فيها بما اني موظف جديد، فبلجا للمسؤول العلاقات العامه واقول له انا عايز اعرف الناس اللي هناك او الموظف او المدير او الشخص اللي انا عايز اوصل معاه في الشركه ديت اسمه ايه وعايز اعرف مقرها فين. هو بقى اللي عنده داتا بيز الكامله بشكل كبير جدا، داتا بيز كامله بشكل كبير جدا اللي بتقدر عن طريقها امد المعلومات لاداره المبيعات او اداره التسويق لاي ورقه كانت، اقدر امدها بالمعلومات اللي تستطيع ان تيسر امورها. كمان ده اهم من العلاقات العامه، هي عباره عن سلسله من التعامل والترابط داخل المؤسسات وخارجها. ازاي بحسن الصوره الوديه ما بين الناس وما بين بعضهم جوه الشغل، الموظفين بينهم بعضهم، وازاي انم بينهم مش العلاقات العمليه فقط، لا بنم بينهم العلاقات العمليه والعلاقات الاخلاقيه، وكمان الاهم ممكن بزود كمان عندهم الدافعيه للاستفاده الكبيره جدا. هو انا بس ممكن اطلب حاجه صغيره جدا جدا من الدعم الفني الاستاذه ولاء
ان هي ما تخرجش البرزنتيشن، عشان انا عارف بعمل ايه، متلاقيش انا ما شايف قدامي برزنتيشن وعارف السهم وربنا يبارك حضرتك. انا لسه ما دخلتش خالص على النهارده، بس جنرال انا بس رافع الباوربوينت ده اللي هو جنرال، هتلاقوه في كل حته والداتا اللي فيه مشهوره جدا وكلها داتا واحده. احنا بس عايزين نفهم قبل ما احنا نبقى شكلين شكل اكاديمي. انا مش عايز ناس، مش عايز اي حد مهما كان ياخد الموضوع كانه دراسه، لا، علاقات عامه ممارسه. على فكره يا جماعه، 90% من خريجي العلاقات العامه او رسام العلاقات العامه لما يعني بيشتغلوا بيبداوا شغلهم بشكل عملي بيكون فشل جدا في العلاقات العامه، لان النواحي الاكاديميه اذا لم تطبق ليس لها اساسا اي نفع. الناحيه الاكاديميه ما عرفتش تطبقها في حياتك العمليه مش اي نفع. عشان كده الخطوات الاكاديميه هي ستيبس ثابته، ما بنحاولش ان احنا نطبقها بشكل عملي او بحذافيره، لان كل مؤسسه وفي كل منظمه وفي كل مكان هتلاقي فيه السياسه الخاصه بيه. يعني ما ينفعش مثلا يعني ان انا يعني متعود دايما ان انا اروح الشغل بتاعي وانا على بوابه الشركه مثلا بتاعتي اعمل تيكت، اعمل تسجيل الحضور مثلا، وبعد كده بروح على المكتب بتاعي اعمل ريبورت واديه للمدير المباشر بتاعي عن اليوم ده ماشي ازاي، والمدير المباشر ياخد الريبورت دوت ويروح رايح للمدير المباشر التاني يقول له اتفضل الاداره بتاعتي بعت حضرتك الريبورت. دي السياسه في اداره اليوم بتختلف مكان للتاني. طبعا انا مع احترامي الكامل العلاقات العامه مش بس بتكون موجوده في الشركات، لا بالعكس، دي موجوده في كل مكان في العالم، في المستشفيات، في السجون، في الاماكن القضائيه، موجوده كمان في الجامعات، موجوده كمان في منظمات المجتمع المدني، موجوده كمان في الشرطه، موجوده في كل حته، كل حته مهما كان، حتى كمان يعني في البيت عندكم، يعني عندنا في البيت هتلاقي نفسك كده في علاقات عامه شغاله يعني مع الجيران، بتحاول انك بتتربط معاهم. وزي الفيسبوك برضه عملنا شغل علاقات عامه حلو جدا، ان هو كل يوم كده تلاقيه بيعمل لك اتنشن كده، تنبيه كده معين كده، يقول لك نوتيفيكيشن كده ان في النهارده عيد ميلاد حد او في النهارده زواج حد. علاقات عامه كلها بلا استثناء بضربك في الاخر بتحاول ان هي تنمي عندك انت نوع من انواع التواصل مع الاخرين، رقم واحد. رقم اثنين، بتقدر تنقي انت بقى وتستفيد من خبراتهم في الحاجات اللي شايفها تفيدك، وبرضه تحاول تنمي في قدرات غيرك في الحاجات اللي ممكن ان هي تفيدهم. كل ده برضه انا لسه ما اتكلمتش في العلاقات العامه، انا بس بندردش النهارده مع بعض، وانا عايز النهارده بس يكون يوم دردشه كده، علشان يعني المفروض اللي انا ملتزم معاكم بالظبط ان شاء الله بثلاث مستويات مختلفه، المستوى العام والمستوى التخصصي والمستوى الدبلوماسي، وبعدها على طول بقى في شبيه صغيره جدا جدا لاداره الحفلات، وازاي اللي انا اعمل اداره حفله او اداره منتدى او اداره يعني ايفنت كده، ازاي اعمله واستغل واطبق. احنا كلنا نطبق الكلام دوت، ازاي نعمل نطبق العلاقات العامه في منتدى ودي حاجه صغيره جدا، او ازاي نطبقها في ايفنت معين. هنتعلم ان شاء الله مهارات اجتماعيه لو مش موجوده فينا هنحاول تكون موجوده فينا ان شاء الله. رقم اثنين، هنحاول نحدد هدفنا احنا بنستفيد ايه من العلاقات العامه وهنفيد بيها غيرنا ازاي. رقم ثلاثه، هنعرف الفرق بين العلاقات العامه وبين الادارات التانيه المختلفه اللي بتتواصل معاها واللي بتشترك معاها في بعض الصفات اللي موجوده في الموظفين الاخرين غير العلاقات العامه. هنعرف ازاي ان انا ادرك معنى فهمت اللي قدامي وتواصلت معاه، وازاي لو عندي مشكله معينه ازاي احلها. كان الاهم ان انا اوصل لابني قاعده كبيره جدا من الثقه، وازاي اتحرر المعلومات الصادقه واخليها عندي تفيد الاخرين، وازاي كمان ابعد عن المعلومات اللي مش صادقه. واهم حاجه نخلي بالنا جدا 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 ان في 80% من مسؤولي العلاقات العامه بيجي معلوماته بشكل عشوائي، او بشكل بيتاخد كده تولز معينه، تولز اغلبيتها بتضيع وقت ومجهود وفي الاخر بتكون مش سليمه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا هيبقى عندي حاجه اسمها زي ما بقول كده الجامعه، حاجه اسمها الجرح والتعديل، ان انا اختار الحاجه اللي شايفها مناسبه والحاجه دي اثبتها عندي عشان تفيد غيري.
عفوا. طيب ايه بقى معنى العلاقات العامه؟ وقبل ما نعرف معنى العلاقات العامه دورها يعني ظهرت ازاي او ليه انشئت اصلا وليه بقى في حاجه اسمها علاقات عامه؟ العلاقات العامه طبعا زي ما كنا عارفين احنا كلنا بنطبقها في حياتنا بشكل غير مباشر وبنطبقها في حياتنا بشكل احنا ما بيكونش عندنا علم بيه. وكمان الاهم نشأت العلاقات العامة نشأت من قديم الأزل جدا 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 في الترابط كله. وكمان وده الأهم غير الترابط كله إن ربنا عز وجل قال في قرآنه الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا عز وجل خص لنا كلام كله في آية واحدة بس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف الكبير جدا ده اللي ربنا جاء عنا شعوب وقبائل، وقال شعوب وقال قبائل لأن ربنا عز وجل يعني قدر وهو يعني كبير هو العلم وهو أساس العلم وهو أساس المعرفة، عارف الناس في حياتنا كلهم المجتمعات مختلفة عن بعضها، في شعوب بجمهوريات وموالد، في قبائل زي ما احنا عارفين الموجودة حاليا دلوقتي. اتعرفوا المعرفة، هي دي بقى المعرفة، المعرفة اللي احنا بنعرف بعض علشان خاطر بنزيد النواحي المادية اللي بينا وبنزيد دايرة المعارف اللي عندنا. في الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى بدأت تنشأ منظمات كبيرة جدا جدا بتدعو لإنشاء حاجة ما يسمى بالعلاقات العامة الدولية. الدولة استخدمت العلاقات العامة في الحرب وبدأت ان هي تديها سبوت كبير جدا 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 وحطها تحت الميكروسكوب من بعد بداية الحرب العالمية. بسبب ايه؟ بسبب الترابط اللي يكون ما بين الدول اللي هي الحلفاء مثلا والدول المحور او الدول اللي حلفاء ضدهم علشان خاطر يكونوا مرتبين في سياسة ادارة الحرب. فاول ناس حطوا او اول دول حطت تحت قدامها هنا كده بالظبط معنى العلاقات العامة رقم واحد الدول الاوروبيه وعلى راسها فرنسا وانجلترا وانجلترا وايطاليا، وفي الدول العربيه في العصر الحديث بقى بس يعني من اول بالظبط صدر الاعظم بقى والسلطان العثماني هم اول ناس برضو حطوا المفهوم العلاقات العامه. نعرف برضو معنى العلاقات العامه عند كل واحد فيهم بالظبط واحنا بنقول كل واحد فيهم استخدمها ليه اساسا علشان في الاخر ادونا علم اسمه علم العلاقات العامه. استغلت في الحرب العالمية الأولى والتانية وكان ليها سبب كبير جدا جدا في انتصار الدول اللي كسبت الحرب العالمية الأولى وفي هزيمة الدول اللي برضه خسرت، لأنها خلقت حاجة اسمها عامل مشترك ما بين الدول دي وغيرها في سياسة التفاهم من دولات الحرب. أعتقد إن في دول بتتكلم لغات مختلفة، إزاي دول مع دول قدروا ان هم يتكونوا يعني يعملوا منظومه واحده ان هم يدخلوا حرب وينظموا السياسات اللي قدروا ان يكسبوا عليها الا عن طريق بقى اداره علاقات عامه اللي اسمها دلوقتي حالا عندنا في مصر في العالم كله اسمها Ministry of Foreign Affairs وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه هي الاولى المعنيه بالعلاقات العامه ما بين مصر وبين دول العالم. طب اللي جوه مصر بقى ايه اللي جوه مصر المسؤول عن العلاقات العامه؟ تختلف من منظمة لمنظمة بس اسمها علاقات عامة. تعالوا بقى نعرف المفهوم العلاقات العامة في الفكر الإداري الحديث. احنا طولنا لمدة نص ساعة بالظبط دردشنا مع بعض كده وعرفنا بشكل عام جدا احنا بندرس ليه العلاقات العامة وهتفيدنا في ايه. ودلوقتي بقى هنعرف الموضوع الأول عندنا مفهوم العلاقات العامة في الفكر الإداري الحديث. المفهوم هو إنشاء قاعدة كبيرة جدا من المعلومات لفهم توجهات الموظفين داخل الإدارة وأيضا الترابط مع الجمهور خارجها. تاني العلاقات العامة دورها إيه؟ دورها بتقرب المسافات العملية جوه الموظفين جوه الشركات وبتحاول توصل فكرة المؤسسة ديت للجمهور الخارجي بشكل يساعد على ازدهار المؤسسة دي او الشركة دي او الجامعة دي او المكان ده
هي حلقة الوصل ما بين الموجودين في الداخل وبين الموجودين بالخارج، بين المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي. تمام؟ طيب الصفات اللي لازم تكون موجودة في أخصائي العلاقات العامة دي مهمة جدا جدا جدا. أنا أتمنى وإحنا بنشوف يعني بنسمع المحاضرة دلوقتي، أتمنى برضه يكون معانا ورقة وقلم كده ونكتب نقاط كده سريعة، عشان حكمة أنا سمعتها من زمان من دكاترتنا وعلمائنا الأجلاء، قالوا لنا اللي بيكتب حاجة بإيديه عمره ما بينساها أبدا. فدي قاعدة أساسية على فكرة، ويا ريت كلنا نكتب بإيدينا كده نقاط معينة، وبعد ما نهاية الدورة كده ونبدأ إن إحنا نقراهم تاني هنستفيد جدا جدا منهم. على فكرة كمان بالأهم، إحنا بنتكلم في اللقاءات اللي أنا مش بشكل أكاديمي، عشان بس يبقى الناس واضحة، أنا ما بتكلمش بشكل أكاديمي، أنا بتكلم بشكل عملي، لأن أنا يهمني إن في نهاية الدورة ديت كل التيم ورك، الناس اللي استفادت بعد اجتياز الامتحان اللي هيعرفني انا بقى انتوا استفدتوا مني ولا لا، وانتوا في حد عنده خبره ولا لا، هيقدر يشتغل بره ويرد بره ولا لا. لان انا يهمني ان كل الناس اللي قاعده تسمع حالا دلوقتي تقدر ان هي بعد الدوره دي تكون اخصائي علاقات عامه، يقدر يتحدى نفسه في اي مؤسسه مهما كانت، ويقدر ان هو يثبت نفسه. لان الفرصه عندنا ثلاث انواع، وهقولهم بشكل سريع جدا وريت مركز فيهم جدا جدا. في ناس بتقعد تستنى الفرصه تيجي لغايه عندها، والناس دي 90% فشل 1% نجاح، لانهم بيعتمدوا على الاخرين، عاملين زي الطفيليات، طفيل كده بيتسلق على الاخرين بيستنى حاجه تيجي عنده. النوع الثاني من الفرصه الناس بتجري وبتدور وبتبحث عن فرصه عشان تلاقيها. والنوع الثالث من الفرصه الناس اللي بتصنع الفرصه. احنا بقى النهارده جايين عشان ما نكونش النوع الاول، بس احنا يعني هنكون النوع الثاني باذن الله. بس انا بقى عايز الناس كلها تحاول تبقى النوع الثالث، تصنع الفرص. ايه هي بقى الخصائص او السمات الشخصيه اللي بتكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه؟ حاجات كتيره جدا جدا كلنا ممكن يعني نكتشفها من غير ما انا اقولها. ممكن كل واحد فينا كده مع نفسه كده، ايه اللي لازم يكون موجود جوايا علشان خاطر اكون اخصائي علاقات عامه كويس جدا؟ عارفين رقم واحد ايه؟ بصدق رقم واحد يكون عندي ابتسامه عريضه، ابتسم بشوش، يكون انسان دايما متفائل، يكون انسان دايما بيتعامل مع ناس كلها بحسن نيه وبيديهم تركيزه وبيركز قوي في كل كلمه بيقولها، وبيدور في ذاكرته الفلاشيه كمان الكلام اللي بيتقال. ما شاء الله انا في تفاعل على الشات، انا برضه عايز ناس كلها تقدر تقول ايه الصفات اللي ممكن تكون موجوده في العلاقات العامه. الاخت سماح بتقول متفائل وبتقول مرن، واعتقد اخ شموخ بيقول بشاشه، وفي حد تاني بيقول حسين بيقول ايجابي، وعبد المنعم بيقول لبق، وصحه بتقول مصداقيه، وليلى بتقول مبادره، واحمد مريض بيقول الذكاء العاطفي، واحلام بقى بتقول متفاهم، واميره بتقول بسيط، وعبد المنعم بيقول حسن المظهر، ومصطفى بيقول كومن سنس تمام، وحسين بيقول تسامح، وفانا بيقول السبيل الانفعالي ما شاء الله، وبهاء يكون جريء، وسمير بيقول الطموح وما طموح قبل كده، وفيل بيقول المرونه واللباقه والذكاء العاطفي، وحسين بيقول متفاهم، وما شاء الله يعني انتوا كده قلتوا كل الحاجات المعنويه لازم تكون موجوده عند الشخص اللي هو اخصائي العلاقات العامه. صار بتقول عنده قدره على التعامل مع الشخصيات المختلفه للناس، واحمد حجازي بيقول مع جميع الناس، ومحمد نبيل بيقول حسن اخلاق جميعها وفهم الموضوعيه، يعني كل جوات صحيحه. وسهر بتقول رابع، اخر حد قال سهر دلوقتي حالا او سهر، فيعني هنحاول بقى ايه نكمل ان شاء الله. وشكرا جدا على التفاعل بتاعكم، وكل الكلام اللي قلتوه كلام سليم 100%، ودي الحاجات المعنويه اللي لازم تكون موجوده فيه. اللي بلخص تحت كلمه الابتسامه صدقا، يعني الحاجة التانية
في الصفات اللي بتكون موجودة في شخصية أخصائي العلاقات العامة، إنه يكون مطلع، عنده اطلاع كبير جدا، بيقرأ كتير، بيتابع كتير، دايما بيكون عنده بنت معارف شبيهة خلاص يعني مخه كده، وعنده فكرة كده، دايما مطلع على الأحداث اللي هي حاليا دلوقتي، وخصوصا بقى بشكل عام الأحداث الجارية في البلد، وبشكل خاص الحاجات اللي تقدر تفيده في عمله. يعني أنا مثلا لو بشتغل في شركة أدوية وعندي ومزج علاقات عامة في شركة أدوية، دوري إن أنا أتابع حركة الأدوية اللي موجودة في العالم بس أنا، والحركة التجارية في العالم كله بس أنا، هتابع بشكل شخصي جدا جدا المعلومات الخاصة بحركة الأدوية الممكنة عندي. حصل لي مشكلة في منتج معين، ازاي اعالجه او نفسي تحله ازاي، او ازاي اللي انا اشوف المشكلة دي واحاول اتابعها واعرف اصل هي ايه، او اللي انا لو هعمل اوضه تصدير مثلا يعني وعايز اتصدر منتج بتاعنا بره وانا شايف ان في مشكلة في التصدير، ازاي اشوف المشكلة اتحلت ازاي او اقدر اتعامل معاها ازاي. بحاول بالاطماع بتاعي ان انا اتابع شغل الشركة بتاعتي او مؤسستي او المكان اللي انا موجود فيه، اتابعه بشكل عام في المجتمع كله مع حركة التجارة الموجودة، وأتابعه هو بشكل شخصي وأعرف كل حاجة عنه الاطلاع. يعني أنا مثلا لما أجي النهاردة لأخصائي العلاقات العامة في الشركة بتاعتي وأقول له والله أنا في شركة سين عايز أعرف شركة صاد، الشركة دي سمعت إن هم عملوا منتج جديد وبيبيعوه وأنا عايز أعرف عنه. يقول لي أنا أنا عندي فكرة إن في شركة أدوية، شركة تانية اسمها كذا بتاع الأدوية، وانا كمان قدرت ان انا اعرف بقى عن طريق التولز اللي احنا هنقولها بعد شويه ان شاء الله، عن طريق التولز قدرت اعرف ازاي هم بينتجوه، ازاي هم بيبيعوه، ازاي هم بيحلوا اسواق بره، وازاي بيكسبوا، وازاي عاملين يعني دايره كبيره جدا جدا من السوق المحليه والسوق الدوليه. دي متابعه. طيب بعد الابتسامه، بعد المتابعه طبعا اللي جايز الصفه العامه، وطبعا الصفة العامة اللي بتشمل بقى كل شيء مهما كان، اعتقد ان في مشكلة في الاتصال عندي. انا انا شايف الناس مستوصفة بيعمل 11 واحد واحد واحد، فمش عارف هل ده معناه ايه، ولكن الله المستعان. بعد ابتسامة كل الصفات الجميلة جدا جدا اللي كلكم قلتوها ربنا يبارك فيكم، والحاجة التانية الاطلاع، الحاجة الثالثة في أخصائي العلاقات العامة إنه يكون عنده طريقة في حل المشكلات. طريقة في حل المشكلات اللي بتختلف من شخص للتاني، واللي اسمها بشكل كبير جدا جدا إدارة الأزمة. إدارة الأزمة هنتكلم عنها بشكل كبير في الدورات اللي جاية إن شاء الله. طريقة حل المشكلات اللي درسناها في الجامعة تحت مسمى التفكير العلمي اللي شماء في حالا دلوقتي، واللي درسناه في علم السياسة، واللي بيقول ان انا اخش في اي مشكلة من كانت ازمة من كانت بحاول اطلع باقل الخسائر. وفي كمان بيقول ادارة الازمة ان انا يكون عندي فريق مستميت انه يقدر يدرسها، ويقدر هو يفنطها، ويقدر ان هو يحط لنا طرق للحل عن فيها، وازاي نطبق الطرق دي كلها وكمان نستفيد منها. رقم واحد الابتسامة والصفات الجميلة اللي كلكم قلتوها، والحاجة التانية الاطلاع، والحاجة التالتة يكون عنده أسلوب في إدارة الأزمة أو طريقة حل المشكلات. الحاجة الرابعة إن هو يكون شخص بيعمل تحت ضغط. اللي في كل السي فيات اللي أنا بشوفها لغاية النهاردة ولله الحمد شفت أكتر من 27,000 سي في، كلمة under pressure دايما الناس كلها تكتب العمل تحت ضغط، العمل تحت ضغط، العمل تحت ضغط. بس ايه هو العمل تحت ضغط؟ وازاي يكون عندي عمل تحت ضغط؟ وازاي ان انا احقق لنفسي ان انا اقول لنفسي عمل تحت ضغط؟ مع ان انا بقابل ناس كتير جدا في صراحه في الحاله العمليه، واحس ان هو يعني بيقولوا كده بسكويت كده ما يقدرش يتعامل مثلا، وبيقولوا شغل كتير مش عارف اتصرف عنده مشاكل. ما ينفعش ما ينفعش تماما، لازم يكون عندها ضغط، لان اخصائي العلاقات العامه ده عندنا احنا بنسميه رقم واحد في الموبايل. ايه هو رقم واحد في الموبايل؟ اللي هو
بقى على طول اللي هو الهلب، او على طول اللي هو ايه اللي هو رقم الطوارئ امرجنسي كول، اللي هو يعني دايما متى الطوارئ عندي بالظبط ده اقدر في اي وقت اجيبه، انا عايزك تجيب لي كذا 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 عند كذا كذا كذا. اللي عاملينها دلوقتي يعني في الدول الكبيره جدا حاجه اسمها المخابرات العامه، اللي بتقدر تعرف كل حاجه عن اي حاجه في اي حاجه، وعندها دايره علاقات كبيره جدا 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 كبيره جدا جدا. طيب هنتكلم برضو ازاي يكون عندي القدره اللي انا اشتغل تحت ضغط، وكمان هنعرف ازاي اطبق الابتسامه لو قلتها، وكمان هنعرف ازاي اللي انا كله طالع، وهنقول التولز كل واحده فيهم في تحتها 20 بوينت هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب ايه تاني بعد كلمه التحمل؟ ازاي اكون شخصيه متحمله؟ فاهم في حاجه اسمها الحاجه خمسه، يكون عندي فهم في حاجه اسمها البادي لانجوج اللي هي لغه الجسد. تخيل لغه الجسد مفيده جدا جدا. لا يا احمد هو مش اي حاجه عن اي حاجه في اي حاجه، لا ما مش كده خالص، بس انا يعني انا هشاركوا معايا في الموضوع وهنسمع بعضنا بشكل كبير جدا، بس يعني بصراحه انا مش عايز نتكلم تاني في كومنتس لغايه باذن الله ان شاء الله، انا يعني هبدا ان انا افتح الاسئله واقول لكم شاركوني ونتكلم بعض ان شاء الله بعد اذنكم باذن الله. النقطه الخامسه اللي احنا قلنا عليها حالا دلوقتي، في قبل ما نخش في حاجه اسمها عندنا اسمها المرونه. عارفين يعني كلمه مرونه؟ في حد موجود معانا عارف يعني كلمه فليكسبل او مرونه؟ ازاي يعني ايه مرونه؟ وايه الطريقه اللي انا اقدر اكون بيها مرن؟ انا قفلت الشات فتحت حالا دلوقتي. فين بقى فين الناس اللي بتشارك معايا دلوقتي؟ انا عايز اعرف ايه هي المرونه؟ يعني ايه مرونه؟ بس ايه معانا من دماغنا؟ مش عايزين نجيب معايا بقى من جوجل بقى وان انا سيرش، لا انا عايز من كده يعني ايه مرونه؟ فادي بيقول التعامل مع جميع المواقف والصغار عليها، وحسين بيقول السلاسه، واحمد برضه بيقول مرونه في التعامل، وصاهر بتقول بيتهيألي بتاخد اخر بتفكيره، ورب المنى بيقول سهل التعامل، وشيماء بتقول ما شاء الله اكبر يعني الايديه واحده الاخر كده، التعامل مع كافه الشخصيات على حسب اسلوبهم، ولا التاقلم مع كل الاوضاع، ويس اي كان كاتب كلام مش فاهمه خالص، وبعديه فاهمة بتقول بساطة، وسمير صباح بيقول القدرة على التكيف، وريم بتقول برايت وينج ا لوت اوف ثينجز ات وان تايم، وميادة بتقول التأقلم. ايه تاني؟ دكتورة بتقول ازاي اتعامل مع كل واحد على حدة، ليلى مثل الماء، احمد بدر بيقول وقود الحوار، ودي بيقول اقدر اني اغير افكاري اذا اتضح لي انها خطا، انا بين بتقول سهوله التغيير، عبد المنعم بيقول لغه حوار بناءه، شهور بيقول السرعه في العمل، اتش بيقول القدره على تقبل الاوضاع المختلفه والتعامل معها، يس اي كان التقبل لكل الاوضاع، ما شاء الله يس اي كان، ولو في نقد يبقى بطريقه طيبه، دانا عدم التعقد في الحوار، دعاء مفيش حاجه تقف قدامي، هي تاخد مشكله او خطوات الحل. شكرا جدا ليكم، كل الاجابات سليمه 100% 100% 100%. تعالوا بقى نعرف معنى المرونه في قول الله عز وجل. طبعا يعني اسمحوا لي بس عشان نكتب الله عز وجل، لان اللي علمنا كلام بصراحه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا المرونه، وكل الانبياء علمونا المرونه، لانهم بيدعوا الى سبيل ربهم بالحكمه والمواعظه الحسنه. المرونه كلها معناها كده، حكمه ومواعظه حسنه. الحكمه ان انا اقدر ان انا اسمع اللي قدامي، وان انا اقدر يعني ما احاولش ان انا صح كل حاجه وقدامي غلط، لا ما ينفعش، لا بسمعه هو بيسمعني، ويكون عندنا كده نوع التفاهم اللي بمعنى العام خالص نوصل لحل وسط بالمرونه. طب ايه الفايده بتاعت المرونه في العلاقات العامه؟ او شخص في العلاقات العامه المرونه دي هتفيده في ايه؟ هتفيده ان هو يقدر طبعا مع الصفات اللي قلناها يخش اي مؤسسه او منظمه من كانت بشكل كده، يكون سريع وعملي جدا ويحصل المعلومه اللي هو عايزها، وضروري جدا جدا عملي وسريع وبيحصل على المعلومه اللي هو عايزها، مش شخص بيضيع وقت وبيضيع جهد وبيضيع فلوس وبيضيع كل حاجه وفي الاخر بيوصل لحصيله صفر. المرونه ان انا احاول كاخصائي علاقات عامه ان انا اعرف اللي قدامي بيفكر ازاي، او ان انا
حتى لو مش فاهم افكر ازاي احاول اوصل معاه نقطة الخلاف اللي عن طريقها اقدر احل المشكلات اللي جوه المؤسسة وخارج المؤسسة. انتوا عارفين ان فريق التسويق اللي موجود في اي مكان مهما كان ما بيعرفش يطلع افكار ابداعيه؟ طبعا الاعلانات اللي كنا شايفينها وبنتكلم فيها ان شاء الله لما تطلع عن موضوعها بالاعلان ودورها بالدعايه، انت التسويق ما بيقدرش انه يطلع افكاره غير لما بتلاقيه طبعا يديه بكل المعلومات الخاصه بالسوق. المستهدف مين؟ انا بناقش مين في المجتمع؟ انا منتج ده بنشره ازاي في المجتمع وبناقش مين بالظبط؟ انا عامل مثلا اكزامبل مثلا كده، لو قلنا عايز خلاص جدا مثلا غل الشعر، انا بناقش مين في المجتمع؟ باخد مين في المجتمع؟ فلو كنت عامل بقول له والله احنا عندنا مجتمع بتاعنا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، في فئات، في الشباب وفي فوق سن الشباب اللي هم الشيوخ وفي الاطفال، وعندنا الشباب مقسم بقى، عندك شباب فرد راس مدرسه والتاني بهنيه وده مش عارف ايه، بكون له كل المعلومات عن السوق ده اللي هو بيساعده انه يوصل للتارجت بتاعه المسجل بتاعه العلاقات العامه. المرونه بقى بتخليني انزل في المجتمع دوت واحاول افهمه بسرعه جدا، اهم احط ايدي على الخطوه اللي انا عايزها. طيب نرجع تاني بقى للصفات اللي لازم تكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه مع لغة الجسد، ودي بقى مهمة جدا جدا نقطة خمسة. لغة الجسد 70% من إدارتنا لكل حوارات حياتنا في شغلنا في البيت في النادي في الشارع، 70% بنوصل الحاجة اللي احنا عايزين نوصل للآخرين عن طريق لغة الجسد، إيماءات، حركة الودن، حركة العين، الاندهاش، طبعا الودن ده كلمة كتير جدا جدا، التفكير، التركيز. تخيل مثلا يعني لو اتكلمنا حالا دلوقتي عن نوع الايماءات وتفسير الايماءات ونركز قوي نحاول نتخيل. انا في صورة عندي كده انا عايز اجيبها لكم وعايز ارفعها حالا دلوقتي، وهي ان شاء الله باذن الله يعني هتكون مفيدة جدا 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 ليكم ان شاء الله، وانا متأكد ان هي هتنفعكم قوي. انا بس لحظه بس احط، انا هحاول ارفعها حالا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابلود الصوره دي عايز نشوفها حالا دلوقتي. ونعرف بقى الايماءات اللي هي من الصفات اللي بتكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه. كل ده يعني كل الصفات دي كلها بتصنف ان هي خالص اللي احنا عندنا اخصائي علاقات عامه يستطيع تحمل الشغل واستطيع ان هو يحل مشكله واستطيع ان هو يتعامل مع الاخرين. فن التعامل مع الاخرين هو ده ملخص العلاقات العامه. هي بس الصوره بتطلع دلوقتي هلا اعتقد ان هي قربت تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا معايا ولا مش مركزين ولا ايه؟ انا عايز اعرف لو معايا نكتب رقم واحد كده بسرعه. طيب تمام، اللهم المستعان. هو انا رفعت حالا دلوقتي الصورة لكن بيقول لي ويت. وللاسف انا في عندي بس مشكلة في الجافا، ان المفروض ان انا بعرض السكرين او البرزنتيشن او حاجة عندي، لكن للاسف في مشكلة كبيرة جدا ان هي لغاية النهاردة مش عارف احلها في اللاب بتاعي، لكن ان شاء الله باذن الله هنحاول هنحلها الايام الجاية ان شاء الله. على فكرة هي لسه بتتحرك اعتقد، يعني لسه بتترفع على النت، هرفعها تاني. انا بصراحه مش عارف هي دلوقتي ليه، يعني حجمها صغير جدا حوالي 60 كيلو بالظبط. عفوا. طيب عبال ما تترفع الصوره ان شاء الله وان هي تبدا تظهر قدامنا، لغه الجسد وهي دبل لانجوج كل الناس والتنميه البشريه مصدعين الناس كلها بيها، وكل ثلاث اربع ايام لا واحد طلع انا تكرار شرعيه وبقى مش عارف ايه ولغه الجسد وكل الكلام الجميل ده خالص. لغه الجسد هي مفتاح للتعامل مع ناس كتير جدا في حياتك، في حياتنا احنا بشكل عام، وهي حياتنا العمليه. طيب الاهم انك يعني لو تلاحظ كده ان لو في حد اجنبي مش بيتكلم لغتك او بيتكلم لغته ممكن يفهمه عن طريق ايديك، يعني من طريق مشاوره، يعني تقدر توصف له حاجه في ايديك فهو يقدر يفهمها. لغه الجسد
ودي من اهم المفاتيح اللي بتكون موجوده عند اخصائي العلاقات العامه على فكره. الصوره زادت صح؟ شايفين هنا الصوره بيقول كاتبين، لا انا عندي ظهرت على فكره. طب احنا ده ظهرت ولا لسه عندكم؟ ما ظهرتش عندكم خالص؟ طيب تمام، هو مستعد. شايفين؟ نوع الإناء وتفسير الإناء. لما نربع ايدينا كده ونحطها كده يعني على مستوى افقي، مستوى الافقي، معناها ان انا شخصيا منطوي ومغلق وشكاك متحفظ. معناها ايه؟ يعني الكلام دوت؟ يعني انا بصراحه شايف نفسي ان انا متردد كتير جدا. الحاجه الثانيه اليد توقف الفم عند الحديث، معناها قله الثقه او ضعف الايمان بالحل. يعني انا مش فاهم، انا مش عارف، دايما بالاهم لما الاقي نفسي كده بجد انا بقول كده، انا بقول بيفكر فكر ده ما بيفكر حاجه، يعني انا ده يعني مش واثق، او انا الاول او انا مختار. لما نحط بقى راسنا ورا كده، يعني نرجع راسنا كده ورا كده، او نبص للسما ولا حاجه، او اللي احنا يعني ننفض زي ما بيقولوا، معناها طبعا واضح لهم بلا. من ضمن الحاجات برضو الاساسيه في اناء الايماءات الموجوده في باور لانجوج، الالتهاب البصري. لما كنا بكلمك وتبص ناحيه ثانيه، معناها انك مش مهتم بيا، معناها انك يعني مش مديني، مش مديني قدري، او مش مديني قيمتي، او مش مديني الحجم اللي انا بكلمك فيه وعايزك انك تقدر تتواصل معايا وتفهمني في النقطه. المشكله دي احنا عايزين اخصائي العلاقات العامه يكون المرايه اللي الناس عايزاها نفسهم. ازاي يعني؟ ازاي؟ لو انت بتجيب معلومات معينه عن مكان معين ورحت المكان دوت، والشخص اللي هيديك المعلومات دي شخصيه بتنرفز جدا، انت دورك ان انت تكون مرايه دي. مش نرفز زيه، لا يعني حاول تهديه وتكون معاه نفس المده النرفزه بتاعته، بس معناه انك مش معناه انك تنرفز معاه، لا معناه انك يعني زي ما بقول لك كده اخده على الهادي كده، واحاول انا يعني امتصه. السؤال ده اللي بيجي في الانترفيوهات، لو انت عميل جه نرفزك دلوقتي، او انت حصل مشكله حالا دلوقتي وجم الناس اللي بره عايزين يقدموا الشكوى في الشركه دي، وجايين لك انت وانت شخص المسؤول عن تقرير الناس دي، اتصرف ازاي؟ واحد فيهم جه بقى وراح شتم فيك، ولا هزق فيك، ولا غلط في الشركه، ولا عامل كل الحاجات اللي مش كويس دي كلها، هتصرف معاه ازاي؟ تحت مسمى او تحت البوينت اللي بتقول اندر بريشر، وتحت كلمه سوشيال مشكلات. امتصاص الغضب نوع من انواع لون الجسد، طريقه معينه كده اهدي الناس واحرك ايديا لقدام، معلش يا بابي طب بص ريحه ان شاء الله نصرف باذن الله، طب دقيقتين بالظبط، طب مش عارف ايه، ادي الاهميه القصوى اللي قدامك، ادي له اهميه قصوى، كل الناس عندك ليها اهميه قصوى، ما تحاولش انك تعامل حد اللي هو الجولتون وحتى نمبر 1، الناس كلها بالنسبه لي رقم واحد، ده هو الاهم. لما انا كنت بتكلم مع حد واللي قدامي مش مركز معايا، يعني ما احاولش ان انا اغلس بقى، واحاول ان انا يعني اسف يعني في اللفظ، ان انا اعمل زي بابغان كده اتكلم خلاص. لا بالعكس، ما ينفعش اتكلم خالص، بالعكس اللي احنا لما كنا بتكلم على قدامي والقدام مش فاهم مني كلام، او مش عايز يستوعب مني كلام، يعني انا اكيد فهمت هو عايز يقول لي، عايز يقول لي صح ما تكلمش ولا مثلا اقول له طيب عايز بقى نشوف حضرتك مش دلوقتي، سيب بعدين الكلام بعدين. شكل جميل جدا اخرج من الموقف البايخ ده. ولما حد قدامي يكون بيتكلم معايا، ما دام انا اديته من وقتي وقلت له اتكلم معايا خلاص، يبقى هركز معاه. لكن ما ينفعش ان انا اكون حد طالب مني يتكلم معايا او يقول لي مشكله معينه وانا اقول له اتكلم وانا مركز حاجه ثانيه. ده لا يجوز. النقطه الست بقى، احنا كل الناس بنتكلم في الصفات الموجوده في اخصائي العلاقات العامه. وفي حد بيكتب ورا الكلام دوت بيكتب لي النقط ديت، احنا قلنا اللي هي خمس نقاط. هقول السته فاضل بالظبط خمس نقاط زي بالظبط. يعني الصفات اللي موجوده في اخصائي العلاقات العامه هم 10، قلنا خمسه فاضل خمسه. على فكره مش قادر تاني، لان انا عايز بقى اشوف الناس اللي قلت الملحوظ الاول خالص نكتب ورايا كده كنقاط معينه، عشان خاطر اللي بنكتبه ايدينا ما بنساهوش. الحاله السادسه اللي بتكون موجوده في الصفات اللي عند اخصائي العلاقات العامه، هو انا يعني اسف في الكلمه اقول حاله بيضيق، لكن دي السلامة 100%، ان يكون نوع من مش انواع التحمل بقى، لا يكون انسان ما بيزعلش ابدا في الشغل، ما عندوش خالص زعل، انسان دايما كده عنده الدنيا كلها عنده ما فيهوش احباط.
يعني او مش عارف اقولها والله بصراحه يا شيماء، ولكن يعني تمام عليك صح. يعني شخصيه تكون هاديه جدا جدا جدا، اللي هو يكون شخصيه ما عندوش حاجه اسمها فاش يعني ينفعل او يواجه المشكله، دايما شخصيه كده عارف يعني انسان بايد زي ما بيقولوا، انسان بايد جدا، انسان يعني مهما يحصل كده لا هو انسان متماسك، ده في الشغل انسان متماسك جدا جدا جدا. برافو عليك يا ساره، قلت الكلمه الجميله قوي اللي انا عايز اقولها بس كنت مستني حد يقولها انت قلتيها، الروح الرياضيه. احنا ما بنحاولش ان احنا في الشغل بتاعنا او في شركتنا او مؤسستنا او في المستشفى بتاعتنا او اي مكان من كان، ما بنحاولش ان احنا نبني عضلات، احنا فريق واحد كلنا. الفريق الواحد ده كله دوره في المجتمع اللي جوه شركته وبره شركته ان انا اقدر الكيان اللي موجود فيه، واخبره ان انا بوفر المعلومات. بس وانا بوفر المعلومات هيقابلني مليون عقبه، انا هكون انسان هادي كده واحاول احلها، ونتكلم في التفكير العلمي في طريقه حل المشكلات باذن الله. انا فاضل خمس، فاضل ست، اربع نقاط من الصفات العشره لخصائص العلاقات العامه. انا كنت بقول انا بس استاذن كلنا هدي، يعني بالظبط كل ساعه لازم ادي بريك بالظبط 10 دقايق بالظبط، هدي بريك لمده 10 دقايق بالظبط نرجع تاني، لان ايه انا صوتي بدا ان هو يتعب شويه، ف 10 دقايق بالظبط ونرجع تاني ان شاء الله ونكمل بقيه الاربع نقاط في شخصيه اخصائي العلاقات العامه، وان شاء الله باذن الله نستكمل مع بعض. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار عن النقاط اللي قلناها قبل كده يا ريت تسجلها كده واكتبها، وان شاء الله باذن الله نرجع تاني ونجاوب مع بعض. وانا سعيد جدا جدا بالتفاعل، وسعيد جدا جدا بالناس ما شاء الله كتب الله، يعني زي انا حاضر وانا شايف قدامي يعني التمبيل ليست موجود عندي يعني 40 متابع، انا متاكد ان شاء الله باذن الله دول كلهم كل 40 علاقات عامه ممتاز جدا جدا في مجال شغله، حتى لو هو بيشتغل في شغلانه او في شغل ملوش علاقه بالعلاقات العامه، لكن هيفيد ان شاء الله باذن الله في حياته العمليه باذن الله. كنا بنتكلم في الاول على الصفات الموجوده في اخصائي العلاقات العامه، وجينا وصلنا للنقطه الثابته، فاضل بالظبط اربع نقاط وان شاء الله باذن الله ننتهي من صفات اخصائي العلاقات العامه، عشان بس نعرف لو مش موجوده فينا تتوجد فينا ان شاء الله، ونحاول نشوف السبل اللي تخليها موجوده فينا لكي نكون اخصائي علاقات عامه على قد المستوى باذن الله. النقطه بقى النقطه السادسه او السابعه في الصفات الموجوده في اخصائي العلاقات العامه مع البادي لانجوج او لغه الجسد دي، ان هو يكون شخصيه محبوبه جدا وبتتمتع بجاذبيه كده جميله جدا مع الناس، ان هم يقدروا يسمعوا له وينجذبوا ليه ويقدروا ان هم يساعدوه. ومع ان احنا كنا بنقول الحب استطلاع ويكون عنده اطلاع والكلام ده كله، ويكون عنده ذكاء فطري او ذكاء مصطنع حتى ان هو يقدر ان هو يفهم الدنيا فيها ايه ويقدر يحلل المواقف، وكمان يكون عنده اهتمام باللي حواليه والموجودين معاه ويديهم قدر كبير جدا جدا من الاهميه، ويكون وده شرط مهم جدا 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 تكون شخصيه مستقيمه عشان يكتسب ثقه الاخرين. انتوا عارفين اهم الصفات الموجوده في اخصائي العلاقات العامه واللي هي بتقال في دايما، لو حد عرف فن القياده، ان القائد لازم يكون بيتمتع بصفتين بس، صفتين فقط عشان يكون قائد. الصفتين دول هم دول نفس الصفتين الموجودين في اخصائي العلاقات العامه، عارفين ايه هم الصفتين دول؟ صفتين فقط بيتمتع بيهم الشخص اللي بيقال عنه القائد. حسين، الحسين يقول الثقه تمام. شو بيقول مرونه؟ لا هو للاسف مش مرونه، هي ثقه فعلا اساسيه بالفعل، كلام صح. فضل بقى صفه ثانيه موصف حسين، لا هو مش الذكاء برضه. يسعى كان تاخد قرار، لا. رابحه التوجيه، لا. شهاده التاثير، لا. احمد محمود بالنظر، لا. الحسين بالهدوء، لا. هو يعني اثنان الاخرين، لا.
هو الثقة صح، بس فين الحاجة تانية خالص؟ هقولك عليها، الثقة والاحترام. Trust and respect. الثقة والاحترام، الثقة والاحترام. الثقة والاحترام هو العامل الأساسي إن حد اللي قدامك ده يبقى لك قائد، واللي قدامك ده تقول عليه إن هو فعلا خسارة عامة. الثقة والاحترام، أثق فيك وثقت فيك عن طريق أخلاقك، استقامتك، أنت إنسان متزن، أنت إنسان محترم، أنت إنسان بتقول الكلام بمصداقية، أنت إنسان دايما بتقول الكلام بدلائل وعندك قرائن، ما بتديش معلومة غلط، أنت إنسان دايما بتحاول تساعد الآخرين، تساعد اللي قدامك. الثقة اكتسبتها مني، أخدتها مني. الاحترام، الاحترام أعتقد ده مش إجبار على حد، لكن الاحترام ده صفة. يعني طول ما أنت إنسان محترم اللي قدامك هيحترمك، ده قاعدة أساسية كده. طالما أنت محترم ومتعامل باحترام هيعاملوك بالاحترام ده وبزيادة جدا جدا، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو الاحترام هو الأساس. يبقى الاحترام والثقة عشان نكون شخصية قائدة ويكون من ضمن الصفات المقولة فيا كأخصاء علاقة عامة اللي هي تحت كلمة الاستقامة. كان ده الأهم. الصفة بقى رقم 8، إن أنا يكون عندي خيال كبير جدا جدا جدا، إن أنا أحاول إن أنا أفكر في إن إزاي أوطد العلاقات العملية بين الموظفين في المؤسسة اللي أنا فيها، وإزاي إن أنا أوصل للمجتمع اللي بره وأثر فيه. دوري افكر كده بالظبط، احاول كده افكر في افكار كده كتير جدا، اوصل للمجتمع بره ازاي، واخلي اللي جوايا يبداوا ازاي ان هم يوصلوا حاجه تخلي الناس كله يتكلم عليهم، اللي في الاخر باستخدامها اداره كبيره جدا اسمها اداره التسويق او اداره الدعايه والاعلان او التباين التسويق، اللي هم بيقدروا يعملوا افكار للجمهور اللي بره. زي طبعا كل الشركات اللي بنسمعها وبنشوفها في الميديا كلها بتلاقيهم عاملين افكار، كل دي كلها مدير التسويق ما بيجيبهاش من دماغه غير لما بيرجع للعلاقات العامه اللي بتقول له السوق عندك مش ازاي، المجتمع عندك مش ازاي، بيديله الاساسيات. الصفه الثانيه بقى اسمها التولز او هاو تو يوز ماي تولز بالرايتس، ازاي ان انا استخدم الادوات بتاعتي بشكل صحيح. ايه هي بقى الادوات اللي انا استخدمها رقم 8 استخدمها عشان تفيدني كخصائص علاقات عامه؟ ايه هي الحاجات اللي ممكن تساعدني اللي انا اوصل؟ ادوات مش صفات، مركز تاني، ادوات تولز كوبنتس، ادوات مش صفات. ايه الادوات اللي تقدر عن طريقها تساعدني اللي انا احقق الغرض بتاعي ان انا انشئ قاعده كبيره جدا من العلاقات العامه ويكون عندي معلومات وبيانات وارقام تليفونات وايميلات و و و. ايه التولز؟ انا هشرحها كده بالاجابه. ايه التولز؟ طيب هي التولز معناها حاجات ماديه، تمام كده؟ معناها حاجات ماديه مش معنويه. تولز حاجات ماديه. ايه التولز اللي ممكن تكون موجوده عندي كخصائص علاقات عامه؟ هتفيدني بالاطلاع، هتفيدني ان انا اجيب معلومات عن الاشخاص اللي قدامي. ادواتي من البيانات، تمام جدا صح، كلام سليم. وصف بيقول ادوات من البيانات صح. ايه بقى ادوات ممتازه؟ ده عبد جدا جدا. الكمبيوتر والنت، ممتاز، دي رقم واحد صح. ايه تاني غير الكمبيوتر والنت؟ ادوات اللي تساعدني ان انا اقدر اوصل لقاعده كبيره جدا من الناس واقدر اسجل ادوات معاهم وكل ده. ادوات الاشخاص ازاي؟ احمد بيقول انه فوز، والله بعض الاحيان عندنا واتساب صح، كلام سليم، واتساب برضه بقى كمبيوتر والنت، بس كلام صحيح. انا اخويا كمان باين زي مش عارف بالظبط صحيح. مصطفى الكلمه ممتازه جدا جدا جدا. فريق عمل ده رقم واحد على فكره بالتولز. معايا فريق عمل، اشخاص، مجموعه، المجموعه دي كلها بتتحرك معايا. سليم بيقول فيسبوك وتويتر، تمام. صار بيقول تواصل وجه لوجه مع الناس، والله انا هعتبر التولز ماشي، كلام سليم 100%. ما يتواصل معاهم، تمام. احمد بيقول اصبح حول العالم، تمام. طيب تعالوا بقى نصيب مصاص خفيف، تمام. طيب تعالوا بقى ارتب كده بشكل بقى يعني عملي شويه كده الحاجات التولز اللي بتكون موجوده عندي كاخصائي علاقات عامه، الادوات اللي بتساعدني في العلاقات العامه.
رقم واحد قلناها من ضمن الصفات الاساسيه. بس انا بقى وتاخد بقى انا هقول حاجه دلوقتي مش كصفه بقى، لا انا هقول لك بشكل ملموس وتحتيه كل حاجه او اطلاع. الكمبيوتر انترنت او بمعنى شامل جنرال كبير جدا الاتصالات. عندي ادوات بتساعدني على الاتصال بالاخرين بشكل فعال. الكمبيوتر اللي هو الانترنت طبعا، الموبايل وسائل الاتصال اللي هي اللي معانا التليفونات، الميديا التلفزيون الراديو دي بتساعدنا، كمان الصحافه المطبوعه اللي قدامنا دي كلها ادوات بتوصل للناس. زي عارفين الجريده المشهوره جدا جدا اللي بتجيب كل يوم جمعه الاخبار عن الحاجات اللي بتتباع او الشقق او الكلام دوت زي الوسيط والكلام ده، دي تولز انا بستخدمها وبقدر عن طريقها اجيب معلومات عن الناس واعمل قاعده كبيره جدا. فاكرين لما كنا يعني اعتقد ما اعرفش الكلام حصل معاكم ولا لا، بس هو دايما بيحصل معايا، الاقي التليفون بتاعي بيرن، الو السلام عليكم، وعليكم السلام، معاك يا فندم كذا كذا من شركه كذا كذا، حضرتك كسبت معانا ثلاجه، كسبت معانا غساله، انت جبت حاجات، انت جبت التليفون منين؟ انت ازاي وصلت رقم التليفون بتاعي؟ ازاي عملت كذا؟ هي دوت الناس وقدروا ان هم يكون عندهم قاعده عامه ويستهدفوا شريحه معينه من الناس عن طريق الشركات المحمول او شركات الاتصالات، وقال لهم احنا عايزين الناس اللي عمرهم من كذا لكذا او بيشتغلوا من كذا لكذا او شغل عباره عن كذا وكذا وكذا، والناس دي اللي مهتمين بالمنتج بتاعنا كذا. فتلاقي حد بيتصل في التليفون سواء عليهم السلام يقول لك يا فندم ده كسبت معانا كذا كذا، فده عنده قاعده كبيره جدا من المعلومات، ده من ضمن التولز اللي بنتكلم فيها. طيب ايه تاني من ضمن التولز مع الميديا ومع الصحافه ومع الكمبيوتر والانترنت ومع وسائل الاتصال بشكل كبير جدا؟ اللي هو مع الاطلاع، النقطه الاخيره الخامسه والاخيره في التولز بتاعتنا دي كلها، برافو عليك محمد، هي المقابلات. ده اهم حاجه، او شنو صح شيل الميدان، اهم حاجه بالفعل المقابلات في التولز بتاعتنا. ان انا ببدا ان انا انزل بقى بنفسي وابدا ان انا اشوف استخدم ادواتي دي كلها، كميه عملت بيها قاعده اساسيه من المعلومات، ابدا بقى احاول استغلها للتول الاخير اهم خالص ان انا اواجه الناس واقدر اقابلهم. الله المستعان. النقطه بقى التاسعه اللي لازم تكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه، انه يكون مع شخص اللي يكون مطلع، انه يكون عنده درايه كبيره جدا 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 من ناحية نفسيه مع الناس. شخصيه تكون شخصيه عندها ذكاء عاطفي. عارفين يعني ذكاء عاطفي؟ ذكاء عاطفي مش كل الناس اللي ذكاء عاطفي، والذكاء العاطفي يختلف تماما عن الذكاء الشخصي. والذكاء العاطفي من شخص لشخص بيختلف، في ناس ممكن تكون ناجحين جدا جدا لكن هم ما يعرفوش ان هم يكون عندهم ذكاء عاطفي، وفي ناس ثانيه بتكون عندها يعني ذكاء قد يكون هم شايفين ان هم يعني احنا شايفين محدود، لكنهم عندهم اسلوب ذكاء عاطفي بيوصلهم لكل حاجه. مفتاحك مع الاخرين هو الذكاء العاطفي، مفتاحك مع اللي قدامك الذكاء العاطفي. اللي قلناه في اول حاجه خالص اللي هي ايه؟ ابتسامه. الذكاء العاطفي، ايه هو بقى الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو المفتاح او الطريقه اللي تقدر انك تتواصل مع اللي قدامك بشكل اللي هو يتقبلك بيه، وبشكل اللي يقدر ان هو يفيدك بكل المعلومات بشكل سليم وصادق تحت مسمى الابتسامه. الذكاء العاطفي ان انا احاول ابين اللي قدامي، ارسم له في خياله كده وانا بكلمه في التليفون شكلي عامل ازاي وانا بكلمه. الذكاء العاطفي بيخلي اللي قدامي يعني لو انا مثلا باخد معلومات معينه عن حد معين، ببدا ان انا بكلمه في التليفون بخليه يتخيل صورتي. كل واحد فينا لو بتكلمني يعني انتوا حالا انتوا كلكم قاعدين وسامعيني حالا دلوقتي، كلكم اكيد كل واحد متخيل شكلي عامل ازاي. في حد اكيد هيوصف في مخه كده بيتخيل في مخه والله ده شكله مش عارف كبير طويل، شكله قصير، شكله عريض، شكله مش عارف ايه، لا لا شكله كل واحد فينا بيعمل صوره عاطفيه في مخه اللي هو نوع من انواع الذكاء الابداعي في المخ. بس الذكاء العاطفي بقى هو اللي بيخلينا يخليني انا تسمعوني
واتفاعل معاكم وتتفاعلوا معايا، ونحاول ان انا اطلع منكم معلومه. لو انا انسان مش كويس او انسان مش جاي فيكم، او يعني حاسين كده ان انا يعني مفيش مش حاسين الكلام بتاعي، ما اعتقدش ان في حد لاقي قدامي بيتكلم معايا دلوقتي. لكن الناس حاسه ان في نوع من التعامل بيننا وبين بعض، وحاسين ان انا بتعامل معاكم بشكل في ود معين، مخلي التيم كله معايا سامعني ومركز معايا وبيجاوب معايا ويقول كلمه ليه كل بيجاوب بيكتب فيها. الذكاء العاطفي هو سلاح مهم جدا جدا، عنصر اساسي في الصفات الاساسيه اللي بتكون موجوده في الخصائص العامه. على فكره انا هتكلم برضو عنه بشكل تفصيلي جدا وكبير جدا جدا في الذكاء العاطفي، وازاي ان احنا بنطبقه في حياتنا، وازاي ان احنا كمان بنحاول ننجح بيه جوه حياتنا الشخصيه في منازلنا، وكمان ازاي بنقدر ان احنا نوصله للمكانه الخارجيه. واللي بيكون معايا كمان على فكره، يعني بيكون معايا كمان اللي هو حاجه اسمها الوعي الذاتي. طيب في حد كان سالني الذكاء العاطفي ايه هو؟ انا هقول له بشكل اكاديمي شويه، تمام كده؟ عشان بس يكون يعني بالصوره. الذكاء العاطفي هو قدره الانسان على التعامل الايجابي مع نفسه والاخرين. هو قدره الانسان على التعامل مع عواطفه بحيث يحقق قدرا ممكنا من السعاده لنفسه ولمن حوله. الذكاء العاطفي هو القدره اللي بتكون عندك انك بتحاول انك تعمل حاجات او تعمل بشكل ايجابي مع ذاتك ومع اللي حواليك عشان توصل للنجاح انت عايزه. وكمان بيزيد يقول ان كثيرا من المشاعر تتولد نتيجه نمط معين من الافكار، اذا غيرنا الفكر تتغير المشاعر. يعني ممكن واحد يقول لك الساعه كام مع حضرتك، واحد تاني بيقول لك هو الساعه 3، او حد تاني بيقول لك هو يعني تجي لك كام دلوقتي. كل واحد فينا ليه طريقه مختلفه بتعامل بيها مع اللي حواليه. بس واحد بيقول لك، ممكن تقول لك ايه؟ يقول لك يا كابتن الساعه كام خلص؟ الاسلوب بيختلف من واحد للتاني، وعن طريق الاسلوب ده انت تقدر تتعامل مع اللي قدامك. في حد تقول له ما اعرفش، واحد تقول له حاضر هقول لك لحظه واحده، واحد تاني بتتصل معاه. هو الذكاء العاطفي. طيب المكونات بتاع الذكاء العاطفي ايه؟ ايه الحاجات بقى اللي لازم تكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه في نقطه الذكاء العاطفي؟ رقم واحد الوعي الذاتي. سيلف اويرنس، ان انا يكون عندي قدر كبير جدا جدا من فهم لذاتي، على التصرف في المشاكل اللي حواليا، وعلى فهم الناس يعني اللي قدامي، واللي انا احاول كمان يعني افهم عايز اوصل لي ايه، وبحسن نيه، يعني بحسن نيه اعرف هو عايز اوصل لي ايه. تمام كده؟ وكان الاهم من اهم الحاجات اللي موجوده في الوعي الذاتي ادراك المبادئ والقيم والاهداف. يعني ايه؟ يعني في واحد مثلا، يعني لو اتكلمنا مثلا على مجتمع زي موضوع مصر مثلا، عندنا مثلا في المجتمع عندنا من قوانا ان ممنوع حاجه اسمها الحريه الزايده، او معنى ان ممكن ولد او بنت يكون يسكنوا في مكان واحد ومش متزوجين. ما دي عندنا مبادئ لازم افهمها واتعامل معاها. ما احاولش ان انا اللي قدامي واشوفه قاعدين كده مع بعض وبيتكلموا مع بعض واحاول ان انا ده شخصيه عاديه. لا ما ينفعش، اقول ده حاجه عاديه. لازم اكون مدرك بالمبادئ اللي عند الناس اللي قدامي دي، وكمان المبادئ اللي عندنا في الشغل بتاعنا. لو انت قابلت موظف في الشغل عنده هناك بمبادئه اللي ما بيكذبش، ما تحاولش بقى انك توقع الكلام بقى ومش عارف ايه، يعني لو قلت لي المعلومه كذا انا هدي لك مكافاه او هعمل لك اجازه. لازم يكون عندي الراجل ده عنده مبادئ احاول انا انميها فيه، وابقى فاهم القيم والاهداف اللي هو الغرض منها عنده المبادئ دي. لان في كل مكان في مبادئ معينه. يعني لو اشتغلنا مثلا في القضاء مثلا، هتلاقي من ضمن المبادئ الاساسيه من القضاء ان القاضي بيتعامل بشرع ربنا عز وجل وبيحكم بالعدل. ده مبدا. لو رحت في المستشفى هتلاقي من ضمن المبادئ هناك ان انا اي حاله هتجيلي ما ينفعش ان انا اقول لا روح اتفرج من خزنه فيز او بتاعك شاركه. الحاجه الثالثه كمان زي كل حاجه تطبق في كل حاجه، لا المبادئ تختلف من مكان للتاني. وانا كاخصائي علاقات عامه لما اكون في المؤسسه ديت احاول افهم المبادئ بتاعتها والمبادئ اللي الناس اللي شغاله فيها كلهم
متمسكين بيها، لان انا بتعامل مع مجتمعات مختلفه، بس انا عندي القدره لاتعامل مع كل المجتمعات. يعني لو بشتغل في مستشفى عارف اداره العلاقات العامه في المستشفى ديت معنيه بتارجت معايا من الناس ان هم اطباء ومرضى. طيب الاطباء ازاي بحسن العلاقات اللي بينهم بعضهم وافهم المبادئ اللي عندهم كلهم ازاي واحاول اطبقها معاهم واحاول ان هم يناموا فيها، وازاي اتعامل مع المرضى واخليهم يعرفوا ان الاطباء دول عندهم مبادئ معينه ودي بتقول لهم ان هم يكشفوا عليكم من غير ما يكون في مصلحه ماديه مثلا لو الامر عاجل. كان بيني وبين الوعي الذاتي ادراك مشاعر الذات. يعني ايه ادراك مشاعر الذات؟ الكلام الكبير ده يا عم؟ لا مش كلام كبير. احاول افهم قدامي، احاول دايما اتعامل معاه بحسن النيه. يعني ايه اتعامل معاه بحسن النيه؟ يعني ما احاولش اخد معاه ما يتكلم قدامي بشكل سيء. يعني لو حد عمل اتاخر عن موعد ولا حاجه ولا عمل مشكله ولا حاجه التمس له عذر. يعني احيانا من اللي انا ادي كما قال صلى الله عليه وسلم اعطي يعني التمس لاخاك بدء 70 عذرا. انا احاول التمس 70 عذر 75 عذر اللي قدامي في مشكلات. ومن ضمن اهم الحاجات اللي موجوده في الوعي الذاتي ان انا يكون عندي كده سنس كده انا فاهم انا يعني عندي زي ما بقول لك كده الحاسه حاسه سبعة كده او اللي انا يعني كان بص صلى الله عليه وسلم كده اسمه فاطم. يعني انا فاهم إيه والله انا يعني انا حاسس ان الغرض من الكلام ده هدف معين. انا حاسس الهدف ده ايه؟ انا كنت بقول ليه؟ عشان اقدر اوصل لحاجه واحده بس، ان انا اقدر اتعامل مع المجتمع اللي بره، اقدر اتعامل مع المجتمع اللي جوه. الحاجات دي كلها موجوده فيا، هقدر اتعامل مع كل موظف في المكان ده، اقدر افهمه كويس جدا. وعن طريق كده هقدر افهم اللي بره كذلك، وافهم الجمهور وافهمه بشكل كويس جدا، ووصل الاثنين مع بعض ان انهض بهذه المؤسسه. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي موجوده من مكونات الذكاء العاطفي؟ ضبط الذات، سيلف كنترول. طيب يعني ايه ضبط الذات؟ وازاي ان انا اطبقها؟ ضبط الذات ان انا بحاول ان انا اتحكم في مشاعري بشكل عام جدا. اتحكم بمشاعري و يعني ما احاولش ان انا يكون ليا ميول معين مع حد معين، مشاعر قويه جدا وبعيشها مع حد معين في الشغل ولا حتى انا بتجاهله. الناس كلهم سواسيه. انا ليا اسلوب معين، اسلوب معين الانفعال، واسلوب معين استخدام المشاعر عندي، الاسلوب ده بيتطبق على كل الناس كلها. ايه تاني من ضمن ضبط الذات؟ لو سيلف كنترول قلناها قبل كده، مرونه والتفاؤل وتحمل المسؤوليه والتحكم بالمشاعر وثقه بالنفس والتصميم والابداع، كل احنا قلناه من ضبط الذات. طيب ايه تاني بقى من المكونات من الذكاء العاطفي؟ حاجه اسمها التعاطف. طب يعني ايه بقى تعاطف؟ هو القدره على تفهم مشاعر وعواطف الاخرين، وكذلك المهاره في التعامل مع الاخرين. يعني ايه؟ شخصيه فشل ما بتتكسف، شخصيه خجوله، شخصيه متردده، شخصيه كسلانه، شخصيه متحمسه جدا، شخصيه كذابه، شخصيه متردده. انها التعاطف بتاعي بقى بحاول نفهم اللي قدامي دوت شكله عامل ازاي. بس انا مش بستغل المشاعر دي عاطفيه كانت ضعف، لا ده انا بحاول ان انا لو كانت حاجه كويسه احاول اني فيها، لو حاجه وحشه احاول ان انا ابعده عنها كده، واستغل الحاجه الوحشه ديت ان هي تطور من ذاته. تمام؟ اللي هي توصلنا في النهايه خالص لحاجه اسمها الذكاء العاطفي في التعامل مع الاخرين. حسن الظن مع الناس من ضمن المفاتيح الاساسيه اللي بتنجحنا احنا في حياتنا. وان انا لما بقول احسن ظن بالاخرين، الاخرين كلهم بيساعدوني. ولما انا بتعامل مع الناس كما يعني باخلاق فيها سلوك وترفع، الناس كلها تقدر تحترمني تقدرني تقدر تساعدني. لان انا دوري كخصوصا علاقات عامه انا حلقه وصل ما بين A وما بين B، ما بين 1 وبين 2. 1 و 2 هم المؤسسه والموظفين اللي فيها، و2 هم الجمهور. لان انا دوري
اللي انا اعلى بالمكان اللي انا موجود فيه ده واطوره وانميه واكسب خبره فيه، وكمان يعيد يعني يعود عليا بربح مادي كبير جدا. تمام؟ الله المستعان. الصفه الاخيره في اخصائي العلاقات العامه، ودي بقى حاجه يعني زياده كده، وانا هقول لكم يعني ممكن تتغير من واحد للتاني، بس انا شايفها دي حاجه بالنسبه لي حاجه اساسيه جدا، الهندامه الشخصيه. شخص كده بيلبس شيك وبيلبس فورم كده ودايما مهتم بنفسه، اللي يكون جذاب يعني، المظهر شكله يكون شيك كده محترم، لان الانطباع الاول بيدوم قاعده عامه، الانطباع الاول بيدوم. الله المستعان. انا كده انتهيت من الصفات الاساسيه اللي بتكون موجوده في اخصائي العلاقات العامه. هبدا حالا دلوقتي بقى اخد مجموعه الاسئله اللي موجوده. في سؤال جه حالا دلوقتي كان موجود من رقم سحر، بتقول كيف اقدر اجمع بين حسن الظن بالله وبين عدم الاستغلال؟ بص يا سحر، سؤالك مهم جدا وكويس جدا جدا جدا. عندي حسن الظن بالله وربنا عز وجل مش هيضيعك، لان ربنا عز وجل بيقول في القران الكريم ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. تاني، لما انا بتعامل مع اللي قدامي بحسن نيه بعمل اللي عليا وبفيده، لان انا بتعامل معاه لله عز وجل، وكمان حاجه اشياء مش هتضرني او اسرار العمل. لازم نفرق قوي يا اخي سحر ما بين اسرار العمل وما بين كمان قصه ان انا اقدر ابني عمل اي حد. عندي بقى حسن ظني بالله عز وجل، ربنا عز وجل هيدافع عني، وربنا عز وجل هييسر الاسباب والامور، واللي قدامي دوت ربنا عز وجل مش هيقال له ابدا يستغلني. طيب امتى احس ان هو بيستغلني؟ لو بيسالني اسئله ما ينفعش يعني اجاوب عليها. يعني مثلا يعني لو انت في صاله علاقات عامه، واحد بيتصل بيك يا فندم وبيقول حاليا احنا عندنا احنا شركه بتشتغل في مجال ما، واحنا عايزين بس الفاكس بتاعك عشان خاطر نبعت لكم عرض اسعار بتاعنا. ما ينفعش ممكن اديله الفاكس بتاعك، ما ينفعش اقول لك ايه لو سمحت يا فندم انا عايز تليفون بال الشخص بتاعك انت. طب يعني انت ايه علاقه التليفون الشخص بتاعي بيناتك عشان ابعت حاجه على البيت؟ ايه علاقه الاعلان بتاعي بالشغل بتاعي؟ انت بتتصل بيا عشان خاطر تقول لي انا عن شغل معين. ما ينفعش انا بقى اكون طيب كده، مش اقول بقى كلمه ثانيه، اكون طيب واروح مديله اي معلومه وخلاص. لكن الصحيح والسليم اللي انا احاول اللي انا اديله الحاجه الجنرال المعلومه للناس كلها، اول حاجات مش هتضر شغلي. كان الاهم ما ينفعش حد يسالني اي سؤال واجاوب عليه وخلاص في اسرار الشغل. يعني اكيد كل شركه ليها اسرار معينه، واكيد كل شركه ليها كمان يعني تيرمس معينه كده كل الموظفين عارفينها ومش موجوده عند مش معروفه عند حد كده بره الشركه، ما ينفعش اي حد اقولها له عشان دي هتبقى مش مستريبه، ده اسمه خيانه. فاحنا نحاول ان احنا هنميز بين حسن ظن بالله عز وجل واستغلال، ان انا بتعامل مع الناس بشكل فير جدا واديهم الحاجه اللي تفيدهم بالفعل. اميره شريف بتقول هو فعلا طبعا الاول بيدوم، وازاي لو عايزين نغيره؟ ده طبعا يعني عندنا كده في علم النفس بيقول لك الانطباع الاول بيدوم، لان الصوره الذهنيه اللي عندنا تكونت عن شخص قدامي محترم بيتكلم كويس لابس كويس واسلوبه كويس، انا اخدت عن الفكره كويس. ناس كويس ده انسان كذاب، انسان وحش، انسان منافق، انسان حقير، مش عارف ايه، بس انا شايف ان هو انسان كويس، ما ضرنيش باي شيء، بالعكس انا شايفاه اللي هو كويس جدا جدا. عايزين يتغير بقى مع المواقف. المواقف هي اللي بتبدا ان هي تغير الصوره الذهنيه اللي انت خدتيها عن الشخص ده او تثبته. زي ما بيقول لنا كده ايه، تعرف فلان اعرفه، عشرته لا ما بعرفوش. كذلك برضه بس الانطباع الاول بالنسبه لينا احنا بشكل عام جدا جدا هو بيدينا بقى الاساسيات في التعامل مع الاخرين، وازاي ان انا اوصل معاهم لطريقه تعامل. في انسان تشوفيه كده لابس كويس ومحترم بس بيحب الضحك، فالانسان بيهزر كتير، خلاص انا كده عرفت ان هو بيهزر كتير.
في حد تاني بيتكلم عادي اللي هو بيتكلم بشكل جد جدا ورسمي جدا، لا خلاص ده انسان بيتعامل بشكل فورمال وانا هتكلم بشكل رسمي جدا. في واحد تاني بيتكلم بشكل جد جدا، لا ده انا هحاول بقى اشوف معايا السياسه تنفعه وتفيده. الله المستعان. في هنشوف تاني بقى التعليقات اللي جت تاني بعد السؤال ازاي اميز بين الغرور، قصدي ازاي نعمل الاقتباس الاول وازاي نغيره. دعاء بتقول انا لما بتعامل مع الناس ببساطه وعدم غرور وتكبر بعض الناس ممكن تفهم ده غلط، وان ممكن اي حد بقى يهزر معايا وكده. والله يا دعاء اسلوبنا احنا هو اللي بيجبر الاخرين ازاي يعاملونا، بس حاولي انك يعني تكوني يعني سهل ممتنع. ازاي اكون سهل ممتنع؟ ان انا احاول ان انا اتكلم مع الناس بشكل فيه بساط يعني بشكل بسيط بس ما تبوش عليا. يعني مثلا يعني ازاي بتكلم سامة وبشكل ودي جدا، لكن انا مثلا كدكتور مش خلي حد مثلا يقول لي ازيك كذا وخلاص، لا ما ينفعش، ما صحش، ما ينفعش تاخد عليا. نفرق بين الوزاره ازاي؟ لما بتكون بتتعامل معايا بشكل كويس، بشكل محترم، في احترام. في فرق بين ان انا اكون انسان محترم بتعامل باحترام، فرق بين ان انا اكون انسان مستهتر. انسان محترم بتعامل معاهم بشكل فيه تواضع وفي لين، لكن بشكل فيه استهتار. يعني ما اخشش مثلا كده واللي قدامي وازيك واخدها على كتفه كده واضربها على راسها ومش عارف ايه، ده اسمه استهتار وده لا يجوز تماما. طيب لو حد بقى فهم يعني من ضمن الناس دي كلها فهم انك بتتصرفي كده على اساس ان ليه غرض معين عندك او فهم غلط، بكل احترام يفهم لو سمحت حضرتك كده ما ينفعش والطريقه دي انا ارفضها تماما. شكرا لحضرتك، ابتسام بسيطه جدا 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 بس هتنهي معاه تماما الكلام ده. لكن يهزر معاكي اقفلي الباب من اول مره خالص، ما ينفعش حد يهزر مع حضرتك وما ينفعش حد يديه المساحه دي. وانا شايف ان الحياه العمليه بتنتهي بمجرد خروج من الشغل بتاعك تماما. ما ينفعش الانسان ينظم في حياته الا طبعا بعض الوظائف القياديه او بعض الوظائف اللي بتتطلب ان الواحد يكون موجود 24 ساعه في الشغل بتاعه عن طريق التليفون او عن طريق الانترنت. ما ينفعش اخش الشغل بتاعي وافكر في البيت، الصح اخش الشغل انسى البيت واخش البيت انسى الشغل. بمجرد خروجي من العمل بتاعي ما دام الشغل بتاعي لا يتطلب في وصفه الوظيفي ان انا استمر معاهم 24 ساعه بالتليفون، شغل انتهى تماما مع الناس دي خلاص. ما ينفعش حد يهزر معايا، ما ينفعش حد اخليه ياخد عليا، ما ينفعش حد اخليه تتوسوس علاقتي معاه اكتر من الشغل. وده الغلطه الكبيره جدا بتحصل لنا، ان انا بكون في الشغل بتاعي وبخرب العلاقات الوديه ما بيني وبين الموظفين اللي معايا وتبقى عمليه سبهلله. ما بقاش بقى شغل دلوقتي صح يعني بحاول نفصل، الا اذا بقى لو انا بقى يعني من عندي انا بقف مع الناس واحل مشكلاتهم، دي حاجه تانية خالص. بس ليه وقتها ولا طريقتها، بس ما تسمعش اي حد يهزر معاكي مهما كان. الحسين بيقول لك اهتم بما يقولون فقط كن كما انت. هو بالفعل انا او انت او انتي او كلنا احنا بنهتمش بالناس بتقول، بس احنا عندنا كاقصى علاقات عامه بتقدر النقد. اذا قدر النقد يعني اللي قدامي يقول اي كلمه من كانت انا هحاول اسمعه واحاول افهمه يعني، وهثبت له بقى الكلام اذا كان صادق او الكلام ده مش صادق. تمام. الله المستعان. نشوف تاني لو في اي استفسار عن النهارده. الحسين بيقول هل يمكن اعتبار التخاطر من الذكاء العاطفي؟ التخاطر هو احد المسميات اللي معناه الذكاء العاطفي، هو مش اعتباره، هو معنى واحد مسميات. بس الفرق بين التخاطر والذكاء العاطفي ان التخاطر بيتجه لشخص لشخصيات معينه، لكن الذكاء العاطفي بيتعامل مع كل الناس. يعني هو الخلق صح، بتقول الضحك والمرح والدعابه هل كل من شخصيه الانسان يفكر؟ بالعكس لا طبعا، الضحك والمرح والدعابه في وقتها مقننه محدوده، انا لسه قايل شويه عندي سيلف كنترول، اقدر ان اكون متحكم بنفسي. تحكمي في نفسي ده هو اللي عن طريقه بيخليني اقدر افصل ما بين الحياه العمليه عندي والحياه الشخصيه. التفكير بالعكس هو انا لما اعمل ريفرشمنت اللي انا اعمل تجديد لحياتي عن طريق الضحك والمرح والدعابه بحاول ما بيكونش وحشه، بس مش كل الاوقات مش كل الوقت انا بضحك وبمرح ودعابه، لا
لازم نفصل النجاح هو عباره عن الفصل في كل حاجه بتحصل في حياتنا، ان احنا نميز ما بين الوقت اللي نقدر نضحك فيه ونمرح فيه ونضحك فيه ونعمل فيه كل اللي احنا عايزينه، وفي وقت اللي يطلب مننا نقعد وقفه برده شويه. فانا بتقول من كتر ضحكه قالت كلام صحيح، والحسين بيقول كتر الضحك تبدا قلب كلام سليم، صاحب بيقول بالعكس هزمات خسيره للقلوب. شيماء بتقول طب ازاي اتحكم، ازاي اتحكم بانفعالاتي، يعني مثلا لو حصل موقف بقدر بقدر اتعامل معاه بالكلام بس غصب عني ملامح وشي بتبين اذا كنت بيضا ولا لا. لا ده انت يا شيماء كده عايزه محاضره كبيره جدا 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 عن ازاي الانفعالي، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله في المحاضره الرابعه باذن الله، عن ازاي الانفعالي وازاي اللي احنا نسيطر عليه وازاي اللي احنا يعني اللي هو اسلوب الاقناع، او اللي انا شايفه كواحد يعني كواحد من الناس شايفه اللي هو عباره عن قناع، ان انا ما بحاولش ان انا ابين اللي قدامي انا جوايا بفكر ازاي او جوايا حاسس بايه، لو اللي قدامي جرحني او اهمني او غلط فيا او مهما كان انا ما احاولش ارد الاساءه بالاساءه، لكن انا هتحمل كده وابتسم ابتسامه مبسوطه جدا بس مش هقول له اوكي شكرا وابكي، لا انا هحاول ان مش مشكله خالص، ما احاولش ان انا اعير اهتمام يؤثر عليا انا ويوصله هو اللي هو كسب، لا انا بحاول اسمع نقد وعندي صدر رحب جدا جدا، احنا قلنا بقى خالص اكون انسان بارد اكون انسان متحمل انسان هادي. فهو دوت كان في ان شاء الله بزين انفعالي. اخر دقيقه معانا، في اي استفسار تاني او اي سؤال تاني في حاجات النهارده قلناها بشكل جنرالي عن العلاقات العامه او معناها او الصفات الاساسيه اللي بتكون موجوده في العلاقات العامه؟ انا سعدت جدا 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 بيكم. باذن الله ان شاء الله نلتقي في الميعاد القادم باذن الله. في صفحه على الفيسبوك صار انتقاد دارين هتلاقوا عليها كل شيء باذن الله، وفي صفحه على الفيسبوك اسمها المدرب رشيد العطار السنه بتاعتي برده كذلك، اي استفسار مهما كان في الاسبوع كله تقدروا تتواصلوا معايا فيه، وانا دلوقتي حالا هكتب الايميل للشخص بتاعي باذن الله ان شاء الله، لان لو في اي حد مهما كان حد ان هو يتواصل معايا باذن الله ان شاء الله هكتب hr@optima.net. دمتم في رعاية الله وأمني وجزاكم الله خيرا، وأنا آسف جدا لو كنت قصرت في أي شيء، وآسف جدا جدا لو كنت أزعجتكم، أنا سعيد جدا جدا بيكم، وأتمنى ربنا عز وجل إنه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويعجبنا منه إن شاء الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومفتاح النجاح في العمل الصلاة الصلاة الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.